بالنسبة لفكرة خيمة الملقا وخيمة ملقا الشعراء والأدباء، هي خيمة يعني تجمع كل ما هو يعني تراثي وعاداته وتقاليده. ويعني الفكرة جاتني على أساس أني كنت دائما نقول خصني نطور يعني هاي خيمة الشعر ولا خيمة الملقا إلى بلاطو اللي يحس المشاهد ولا الجمهور على أنه يعني فيه حياة البدو بصفاتها بتفاصيلها يعني الصغيرة والكبيرة. من خلال يعني بلاطو البارح كان بلاطو سينمائي، الحمد لله تم توفيق من الله فيه، واللي كنت ندور يعني نعطي أكثر من ذاك اللي عطيت البارح، ولكن على العموم يعني يبقى يعني واحد الجزء لا بأس به اللي بعد يخلق واحد التغيير واللي يعطي واحد يعني الجمالية على 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 خيمة الشعر. بالنسبة للفضاء يعني الفضاء اللي والله فضاء البلاطو، حاولت ما ممكن يعني نحضر فيه شن قالوا عملية السقي التقليدي اللي كانت عند أهل الصحراء بطريق يعني عن طريق جمل وهذا والدلو وكذا والبير. المسألة الثانية يعني استحضرت ذيك العملية اللي كانوا الناس الأولى يعولموا بها البل، كلها يعولم زايلته والله بعيره والله 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 بكرته، يعطيها نار اللي معروفه باش تم يعني معروفه ومميزه عن باقي الليبال الى غير ذلك. مساله الطبخ التقليدي كذلك، مساله يعني هذا العبار دوخ اللي لعبوه الاطفال. نعم، بالنسبه للرحيل مولي الجمل اللي رفدنا عليه الدبش وكذا، ويعني حاولنا ما اننا نحطوا واحد البلاطو اللي مجموعه فيه ديك الحياه الباديه، مجموعه فيه بتفاصيلها الى غير ذلك.